هنحتاج لتر لبن رايب او زبادي اللي متوفر عندنا، او اللبن الرايب احنا هنعمله النهارده يعني ناخد ده، او لو مش متوفر او مش قادره اعمله فممكن استخدم الزبادي. تمام، نص كيلو من الجبنه القريش، ربع كيلو من الجبنه الفيتا، وعندنا ربع كيلو فلفل حامي احمر، وعندنا كمان ربع كيلو فلفل اخضر حار. تمام، عايزينهم يدخلوا. عندنا كمان قشر يوسفي، واحنا اليومين دول اليوسفي متوفر في السوق، ده بيدي طعم حلو جدا للمش، بس لو مش حابه تضيفيه مفيش مشكله خالص. ربع كيلو ربع كوبايه ترمس بلدي، وهقول لكم ليه. ربع كوبايه زيت، عندنا معلقه كبيره من الحلبه المجروشه، معلقه كبيره من الكمون المجروش، وعندنا كمان معلقه كبيره من الشطه المجروشه، ومعلقه كبيره كركم، وست معالق كبار من الملح. تمام، دي المقادير. طمط، يلا بينا بقى نشتغل على طول. يلا في الخلاط، اظن كل المكونات سهل جدا انها تتوفر، وتعملي بقى برطمان مش كده بجد في منتهى الجمال. هاخد اللبن الرايب او الزبادي واحط في الخلاط. مش عارفه محطوط معايا حبه البركه ليه، طبعا حبه البركه ملهاش مكان من الاعراب هنا خالص، حطش حبه البركه في المش. حطيت اللبن الرايب او الزبادي حوالي كيلو، هبتدي اخد بقى كل البهارات اللي انا معايا، كركم عشان يدي لون كده لطيف، والشطه وده اساسي علشان حفظ المش، احط كمان الكمون، ونحط الحلبه. طيب ليه حطينا حلبه؟ الحلبه بتدي طعم حلو جدا وبتساعد على حفظ المش. كمان الترمس، طبعا مش هحطه في الخلاط عشان ما يكسرهوليش، الترمس البلدي مش الافرنجي، البلدي اللي هو فيه مراره، ده بيحافظ على المش ان هو ما يعملش اي حاجات دود بقى وسوس والكلام اللي احنا مش حابينه ده، ده بيمنع الكلام ده، الحلبه والترمس، فضروري جدا ان احنا نحطهم. وبعدين بتلاقوا الترمس بعد فتره كده استوى وبقى طعمه حلو جدا. حطينا الكركم، الكمون، الحلبه، حطينا ايه كمان، نحط الملح، وحطينا الشطه. فين الملح؟ ست معالق كبار مليانين، بصوا كده، من الملح. ادي واحد اتنين تلاته، دول كده اربعه، محتاجين معلقتين كمان. حط بقى فلفل حامي. خلصنا، فاضل ايه معانا؟ فاضل الفلفل الاخضر، ده هنحطه كده ترانشات، وفاضل اليوسفي، مش هبشره او مش هحطه في الخلاط، وكمان انا هضرب دول شويه وبعدين احط الجبنه الفيتا علشان تتقل لي قوام المش. تعالوا يلا نضرب الكلام ده كله مع بعضه. يلا حط الجبنة. بعدين بقى المش ده عندنا في البيت فاض مني قطع جبنة، ابتدي احطها فيه، سواء جبنة بقى جبنة رومي، جبنة براميلي، جبنة اسطنبولي، اي نوع جبنة تفيد عندي قطعة كده بدل ما نسيبها في التلاجة تنشف وتبوظ، فبحطها في المش. كمان لو انا حسيت ان المش تقل قوي وعايزة ازوده او خدت منه بقى وابتدى ينقص، طب ازوده ازاي؟ يلا بينا بقى، حطينا الجبنة الفيتا، تعالوا نضربها. زي الفل، كل مكوناتنا اختلطت. هنجيب بقى برطمان يكون بقى ناشف نظيف، انا بفضل دايما الازاز. تمام، هاخده، ابتدي احط الجبنه القريش. طب انتوا خدتوا بالكم ان انا هرستها؟ طب هرستها ليه؟ الهرس ده علشان انا بعمل مش. تمام، ولما المش بقى يبتدي يلف كده زي ما بنقول ويقدم شويه، ابتدي احط فيه الجبنه القريش السليمه اللي انا عايزه اخد منها. انا النهارده بعمل مش وعايزه قوامه يبقى تقيل، علشان كده خليت الجبنه القريش مفرومه بالشكل ده، وهبتدي بقى احطها في البرطمان. الجبنه القريش قبل ما احطها ابقى مهرسها خالص، بنعمل ايه؟ بنرش عليها معلقتين كبار من الملح، واسيبها بقى كده شويه تنزل الميه بتاعتها، وبعدين اروح ارساها بالشكل ده. ده بيخليها تتحفظ معايا وقت اكبر.
ومعانا مريم، واحنا بنكلم مريم بقى تعالوا نحط الترمس ونحط الفلفل الاخضر والاحمر ونحط كمان قشر اليوسفي. محتاجه يا جماعه برطمان اكبر، ده صغير بس مفيش مشكله. يعني الترمس بقى، وزي ما قلنا الترمس هنا ماده حفظ. تمام، خلاص خلصنا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي احط المش او الخلطه اللي انا ضربتها في الخلاط على كل الخليط ده زي ما شفتوني وانا بحط الملح. 6 معالق كبار كبار مليانين، ضروري الملح لو قل بيبوظ المش. زي ما انتم شايفين المش الجميل، بصوا تحفه. بس انا في الفاصل انا هنقل بصراحه في برطمان اكبر علشان ياخد كل الكميه دي، حرام طبعا. فبصوا بقى القوام بتاعه، انا عايزه اطلع فاصل بس قبل ما نطلع. شايفين بصوا تحفه. هنسيبه قد ايه؟ هنسيبه اسبوعين مقفول عليه بقى كده. تمام، اهم حاجه الملح يكون مش قليل علشان يظبط معاكي. تمام، اول ما نيجي ناخد منه حطيه بقى في التلاجة، ولازم تاخدي منه بمعلقه ناشفه ونظيفه. وهقول لك بقى لما ينقص تزودي المش بتاعنا. فضيته بقى في برطمان اكبر عشان اخد كل الكميه، حرام. هبتدي احط بقى قرون فلفل سليمه وطعمها حلو جدا. اقدر كمان، عارفين نحط ايه؟ جزر. نحط كده صوابع جزر كده برده، هتتخلل معاكي في البرطمان بتاع المش وتبقى طعمها حكايه زي ما قلت لكم قبل الفاصل. طيب انا ابتديت اخد بقى من المش، المش استوى بقى طعمه حلو وابتديت اخد منه، بدا ينقص وعايزه ازوده، اعمل ايه؟ نعمل ايه بقى؟ اي لبن يروب عندك، بس اهم حاجه ما يكونش مر، لان في احنا داخلين على الصيف واحيانا اللبن بيبقى لما بيقطع بيبقى طعمه مر. لو مغلي بالذات يعني، لو غاليين وسبناه تاني يوم راب واتجمد بيبقى طعمه مر جدا، فما ينفعش احطه. فنخلي بالنا من الجزئية دي. أما لو اللبن تمام وفجأة بغليه لقيته قطع، حلو قوي. هنعمل فيه إيه؟ لازم أي كوباية لبن هتحطيها أو زبادي، أو هو يا لبن يا زبادي يا لبن رايب أو لبن عادي سليم، أي كوباية هنحطها عليها معلقة كبيرة مليانة من الملح، كمان معلقة صغيرة من الشطة. الحاجات دي هي اللي بتحفظ المش، لأن لو حطيت قعدت أزود بقى لبن أو زبادي أو لبن رايب من غير ما أحط له ملح هيبوظ مننا. تمام، ده كده حاجة أكيد. عايزة تحطي زي ما قلنا جبنة قريش بقى عشان تحدقي فيه، فنعمل إيه؟ الجبنة لازم أحطها في مصفى وعليها ملح، معلقتين كده من الملح لكل كيلو، وأسيبها تصفي ميتها وتتماسك كده شوية، وبعدين أبتدي أسقطها في المش. ده كان المش الفلاحي. يا رب يا رب تجربوه علشان فعلا فعلا هيعجبكم جدا إن شاء الله. تمام، أنا نسيت أحط الزيت فوق المش، يعني الطبقة الأخيرة كده لازم